وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي لا عز إلا في طاعته ولا تذلل إلا في التذلل لعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحجتنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله، كشف التجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يقول الحق تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الدين فقالوا: ما الدين يا رسول الله؟ فقال: الدين حسن الخلق والكرم، فإنه لا يكمل إلا بهما. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد حسين بدر، والحاج عاشور العديسي نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة الزملاء أعضاء المجلس، أرحب بحضراتكم جميعا. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. خير ما نبدأ به هذا الحفل الكريم المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة مولانا الشيخ سعيد النوبي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي. بالله وكيلا.
صدق الله العظيم. أحسنت يا